بيع تذاكر مباريات منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في السوق السوداء. كانت أزمة مثارة بين أعضاء اتحاد الكرة، حيث شهدت الساعات الأخيرة قبل مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا مشادة كلامية بين أعضاء اتحاد الكرة بسبب أحمد مجاهد الذي اتهم مجدي عبد الغني وآخرين بشكل علني ببيع تذاكر مباريات منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في السوق السوداء، وهو ما تسبب في أزمة وصلت إلى الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، مما تسبب في إساءة لشكل مجلس الجبلاية أمام الرأي العام ومنتخب مصر، لتبدأ جهات سيادية التحقيق في فساد اتحاد الكرة وفتح العديد من الملفات الخاصة بمجلس إدارة الاتحاد عقب الخروج المهين من كأس أمم إفريقيا. وطالبت الجماهير المصرية عقب توديع الفراعنة للبطولة بضرورة إقالة المكسيكية أجري من قيادة المنتخب الوطني بعد الهزيمة التي تلقاها الفراعنة أمام المنتخب الجنوب إفريقي. ومن ناحية أخرى، أعلن المهندس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالتهم. وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد ريدة أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه، هذا بالإضافة إلى أنه في وقت سابق منع استضافة رضا عبد العال لاعب كرة القدم السابق في أي صحيفة أو وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية لمدة شهر لما ارتكبه من مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة الأكواد والمعايير والضوابط الإعلامية وإثارة بعض الجماهير الرياضية، وذلك ببرنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة الحدث الفضائية.